حياكم الله مشاهدينا، والسلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة وعبرة. قصتنا اليوم تحمل عنوان علماؤنا وتخطي الصعاب. مشاهدينا، ذكر صاحب اللمعات قال: ذكر أستاذنا الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء أن الشيخ الكبير بعد نوم طفيف في الليل كان يطالع وقت الصلاة، صلاة الليل، ثم يقوم للصلاة والتضرع والمناجاة حتى الصباح. وفي إحدى الليالي سمعنا صراخه وصياحه وهو يضرب على رأسه ووجهه، فاستوحش إخواني من هذا المشهد، فأسرعنا إليه فوجدناه في حالة غير طبيعية، دموعه تسيل على وجهه حتى ابتلت لحيته، فأخذنا بيده، ولما سألناه عن السبب في ذلك قال لنا: في أول الليل كانت تخطر على بالي مسألة فقهية، وبين العلماء الأعلام حكمها، أردت دليلها من أحاديث أهل البيت عليهم السلام، فأخذت أبحث لساعات في كتب الأخبار فلم أهتدي إليها، ولما بلغ بها التعب أشده قلت: جزى الله العلماء خيرا، حكموا بدون دليل. ثم نمت فرأيت في عالم الرؤيا كأني أتوجه لزيارة الحرم المطهر لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلما وصلت إلى مكان خلع الأحذية رأيت أمام الإيوان الفرش ومنبرا عاليا في صدر المجلس، وكان شخص موقر وصاحب وجه نوراني على المنبر مشغولا بالدرس، وكان أيضا أمام الإيوان مملوءا من العلماء الأعلام. فسألت أحدهم: من هم هؤلاء الجماعة ومن يكون هذا المدرس؟ فقال في جوابي: إن هذا المدرس هو المحقق الأول صاحب الشرائع، وهذه الجماعة هم علماء الإمامية. فسررت من ذلك وغمرني الفرح الشديد، وتقدمت إلى المنبر وسلمت على المحقق، وكنت متوقعا أن يلتفت إلي ويعتني بي، فرأيت أنه لم يعر لي اهتماما ولم يكن رد سلامه لي حارا. تألمت من ذلك وعتبت عليه وقلت له: ألست من علماء الإمامية؟ فقال لي: إي جعفر، إن علماء الإمامية قد تحملوا المصاعب الكثيرة حتى جمعوا أخبار الأئمة سلام الله عليهم من الرواة في أطراف البلاد، وكتبوا كل حديث في محله مع أسماء الرواة وأحوالهم وتصحيح رواياتهم وتوثيقها وتضعيفها حتى تكون سهلة المنال لأمثالكم، وأنت بأربع ساعات تجلس على الفرش وتلاحظ بعض الكتب الحاضرة دون جميعها، وتعترض على العلماء بأنهم أفتوا بدون مستند ودليل، مع أن هذا الرجل الحاضر والجالس تحت المنبر في عدة مواضع من كتابه كتب حديث هذا الحكم، وكتابه من ضمن الكتب الموجودة عندكم، ومؤلفه هو نفس هذا الشخص والمسمى الملا محسن الفيض. فارتعشت من كلام المحقق هذا وفزعت من النوم مظهرا ندمي على ما بدر مني، وكانت في الكتاب المذكور الرواية التي أردتها. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام قصتنا لهذا اليوم في برنامج قصة وعبرة. حتى الملتقى، إلى اللقاء.